حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة عهدية أحمد، رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية. مساء الخير أستاذة عهدية. المرسوم الملكي السامي بالعفو عن بعض المحكومين له يعني أبعاد إنسانية ومجتمعية، وهي مبادرة ليست بغريبة على جلالة الملك المفدى أيده الله، ويعني تبرز الجوانب الاجتماعية في القانون بشكل عام. كيف تعزز هذه المكرمة الملكية من جوانب المشروع الإصلاحي الشامل الذي اختطه سيدي جلالة الملك المفدى؟ مساء الخير، شكرا جزيلا أستاذ. طبعا المرسوم الملكي دليل على حكمة جلالة الملك الله يحفظه ونهجه الإنساني تجاه المحكوم عليهم. جلالة الملك دائما عودنا في كل المناسبات، في كل الظروف اللي تمر بها البلاد، إن يصدر توجيهاته اللي تفرح قلوب مواطنينه، وهذا دليل على مشاعر الأبوية تجاه شعبه تجاه وطنه. هذه فرصة عظيمة جدا ل1486 مواطن بحريني أنهم يعودون ليساهموا بطريقة إيجابية في بناء وطنهم. أنا لا أنظر إلى الرقم ك1486، ولكن أنظر إلى الرقم كأكبر من هذا الرقم بكثير. جلالة الملك بهذا العفو اللي شمل هذا العدد دخل الفرحة في بيوت المئات من الأسر البحرينية، أمهات، أخوات. اليوم الفرحة شملت الجميع، نرى الفرحة في عيون مواطنين، نفرح لهم، نفرح لفرحتهم. ولكن هذه أيضا أرجع وأقول فرصة أن الإنسان يتعلم من أخطائه، فرصة أعطاه الوالد أن يعود من الأخطاء اللي هو أخطأها ويعود ويساهم في بناء وطنه. طبعا ما في أجمل من أن هذه المكرمة جاءت في هذه الظروف اللي إحنا نعيشها. أرجع وأقول أن إحنا مثل ما إحنا حريصين أن أولادنا يكونون معادنا في بيوتنا، هذه المكرمة الملكية دليل على حرص الأب أن الأولاد يكونون مع أسرهم. على المستوى الإنساني طبعا أثر علينا كثيرا، ولكن على مستوى العلاقات اللي احنا تربطنا بالمؤسسات الدولية، هذا دليل على أن جلالة الملك هذا الوطن يركز على حقوق، قضايا حقوق الإنسان. لا ننسى أن احنا نتفاخر جدا ونتكلم عن هذه الأحكام، مثلا أحكام العقوبات البديلة اللي شملت بعض المحكومين عليهم، العقوبات البديلة الالترناتيف بينال لو. هذه دليل على ان اي بلد تطبق هذا القانون، البلد هذه عندها نهج، ان هي نهج التسامح، نهج حماية حقوق الإنسان. هذا الشيء احنا نتفاخر فيه على المستوى الدولي مع الجهات الدولية اللي كجمعية الصحفيين البحرينيين نتعامل معهم. نفتخر بهذا الإنجاز، نفتخر بملك فعلا ملك قلوب شعبه. وأتمنى من وزارة الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية ان الله يوفقهم في ان أهما يقومون بتنفيذ وتطبيق هذه المكرمة التي شملت أكثر من 1000 مواطن بحريني. نعم الأستاذة عهدية أحمد، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.